مساء المشاهدين والمستمعين، بنحييكم عبر صوت لبنان بحلقة جديدة من برنامج نقطة على السطر. رح نضوي فيها اليوم على خيوط التيك توك، فضيحة التيك توك، اغتصاب الأطفال، استدراجهم على ما يبدو أنه مش بس بلبنان، هي عصابة عالمية وطبعا خيوطها موجودة بلبنان. صار لوقت، ليش لهلأ ما انكشفت؟ وين العلة؟ مين المسؤول؟ كيف فينا نحمي أطفالنا اليوم من هيك أنواع من العصابات اللي عم تدخل على بيوتنا من دون علمنا؟ اليوم هيدا الموضوع بعد ما انكشف التحقيقات للآخر، في كتير كلام حول هالموضوع، إنما الحقيقة بعد غيبة لليوم. نحن ناطرين القوى الأمنية، شعبة العلاقات العامة تطلع بيانات، وهي عم بتطلع البيانات دوريا، إنما منا كافية لهلأ. رح نسلط الضوء على هالموضوع مع المعالجة النفسية شارلوت الخليل. رح ينضم لنا الخبير بالتحول الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي فريد خليل. أما الملف الآخر فهو عن الشركات اللي عم تستورد مواد سامة ترش على المزروعات ونحن عم ناكلها، إن كان بالخضرة والفواكه. وين عم تنباع؟ مين عم ببيعها؟ مين المسؤول؟ اليوم علي الصوت حول هالموضوع. هل المزارع هو الحلقة الأضعف اللي عم بيبرم على كمان هو الأرخص لحتى يرش المزروعات؟ طيب شو ذنب المواطنين والأمراض السرطانية المتفشية وغيرها نتيجة الفساد والتلوث بالمزروعات اللي عم يدخل إلى صحتنا؟ كمان هيدا عنوان رح نسلط فيه الضوء اليوم مع ضيوفنا وهن كتار فيما خص الزراعة. لنبتدي أولا من فضيحة التيك توك. أهلا وسهلا فيك شارلوت الخليل، المعالجة النفسية. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. قبل ما نحكي عن تقصير رسمي، هل في تقصير ببيوتنا من وراء عيالنا تجاه أطفالنا؟ يعني السلولار بإيدهم، مش هيك؟ الخلوي بإيدهم، نحن مش عارفين هن كيف عم بيتعاملوا مع هالآلة، وين عم تاخدهم لحتى يوقعوا ضحايا التيك توك. أنا بس بدي أقول شغلة، اليوم كتير سهل نقول، يعني التحدي الأساسي اليوم أني أنا ضل واقفة أنه في جريمة صارت، مش روح على شو الأسباب اللي خلت هيدي الجريمة تصير، بس نستفيد من شو صار تنحمي ونعلم ونسقف. نحنا بده يكون واضح لإلنا أنه التكنولوجيا سبقتنا كتير. يعني أنا اليوم ما بحط اللوم على الأجهزة الخلوية أو على الأهل أو هيك، التكنولوجيا موجودة بيناتنا، ولا أنا ولا أنت ولا حدا من المستمعين قادر اليوم أنه يشيلها أو ما يستعملها. إيه بس فينا نوعيه على خطورتها. طبعا هيدا هون اللي بدنا نستفيد نحنا منه، من هيدي الحادثة اللي صارت، لأنه للأسف بمجتمعاتنا دايما حتى بغير هيدي القضية وبغير هيدي الجريمة، وهي جريمة فعليا، منركز على الضحية ومنقول يي لو هو عمل هيك، لو هو ما طلع على الطريق بالليل، لو هو لا. اليوم في جريمة صارت، المجرم بدنا نعرف، لما نفكر بعقلية المجرم راح يجرب يستعمل كل الوسائل لشد الضحية. نحنا إذا منطلع تيك توكرز اللي عم نحكي عنهم فاتوا من طرق نحنا ما منعتبرها مش مقبولة بالنسبة لأولادنا، حلاق شعر، صاحب محل تياب، إشياء منا ألارمينج، منا محذرة كمواضيع. يعني بدنا نكون نحنا فعليا منتبهين كمان نحنا وعم نودع اليوم بلا ما نشعر اللوم على وجود هيدي الاشياء، انه التكنولوجيا لازم نتعلمها، لازم نتعلم نحمي حالنا منها، لازم تفوت ببروجرامات المدارس. مين بده يعلمنا؟ لازم تفوت ببروجرامات المدارس كيف اليوم الاولاد لازم يحموا حالهم، وين الخصوصيه على الانترنت، الاهل لازم كمان يتعلموا الاويرنس، الاعلام لازم يضوي على الموضوع. التكنولوجيا سريعة كتير عم تسبق الأهل. قاعدة هلأ حيلا أم وبي مع ابنهم المراهق بيعرف أكتر منهم، بيستعملوا بارنتينج، بيستعملوا طرق لحماية أطفالهم، بيستعملوا تطبيقات عملت لحماية الأطفال. بس فكرك أنا أو أنت أو حيلا حدا قادرين نسبق مراهق عمره 16-17 سنة هو عم بينبش؟ بدنا نكون موضوعيين نحن وعم نتناول هيدا الموضوع. أكيد نرجع يكون محفز انه نحنا ننتبه اكتر، نروح اكتر، نقعد اكتر مع اولادنا، يمكن نشوف الالعاب اللي عم يلعبوها، يمكن نراقب مع مين عم يحكوا مع مين عم يتواصلوا. انا باخد الموضوع بطريقة كتير بسيطة، انا كيف ابني هو وصغير بقوله ما بتحكي مع حدا غريب، ما بتروح مع حدا غريب، ما بتاخد شي من حدا غريب، ما بتقبل تاكل شي حدا مضيفك. يا نحنا منحذرهم، التحذيرات هيدي بالعالم الحقيقي، وبالعالم الافتراضي بدنا نروح على نفس النوع من التحذيرات. ما بتشارك اشياء معلومات خاصة
عنك عن بيتك عن عنوانك، ما بتتعاطى مع ناس ما بتعرفهم، ما بتقبل هدايا حتى لو هدايا فيرتشوال. يعني كيف هني عم يغروا الأطفال؟ برجع بقلك شبكة والمجرم بيطور عقل إجرامي ليشدهم، وما حدا يعني اليوم مزبوط أخذت يعني كانت قضية رأي عام لأنه طالت الأطفال والقاصرين، بس نحن منعرف قديه عم بيتم التلاعب والنصب والاحتيال على أشخاص راشدين يوميا كمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. طب القوى الأمنية طلعت طبعا تحذيرات بعد ما عرفت الحقيقة كاملة على ما يبدو عم ينقال، والمعنيين واللي عم بيتابعوا على القضية أنه منا قضية فقط لبنانية إلى جذور خارجية يعني خارجية وعالمية موجودة بكل العالم. نعم. وهون خطورتها. طيب لما بتقول قوى الأمن تحذير من التواصل مع الغرباء أو لقاء أو مشاركة صور وفيديوهات، تحديد الوقت المسموح لإلهم لاستخدام الإنترنت، محاورتهم حول مخاطر الإنترنت وجيعهم على الإبلاغ عن كل ما يعرضهم للقلق أو التهديد أو الخوف، متابعتهم إما مباشرة أو من خلال برامج المراقبة الأبوي. يعني كأنه أولادنا خط أحمر. نعم. كأنه كل المسؤولية هي على الأهل. وين المسؤولية تحديدا كمحللة نفسية؟ اليوم أنا بعتبر المسؤولية مش بعمر المراهقة بتبلش بعمر كتير صغير، بتبلش ببناء ثقة مع الولد، بالسماح للولد بالتعبير، بعدم خلق خوف من العقاب عند الولد. يعني في ولاد ببلشوا يتعرضوا على درجة إذا بدك خفيفة بخافوا يقولوا لأهلهم، لأنه بيعتبروا أنه هن مثلا أنا أهلي منعيني أحكي مع حدا غريب، حكيت مع حدا غريب وبتزني بصير خايفة أنا أروح ألجأ لأهلي. هون الخطورة. أنا بدي أعطي الأمان للولد. السلاح الأساسي عند الولد اللي كأهل كمحيط فينا نعطيه هو الأمان. الأمان إذا تعرضت تجي تخبر، أنا ما رح لومك، ما رح قاصصك، ما رح أحط الحق عليك، أنا رح أدعمك. هيدا اللي ما بيخلي الأشياء تكبر، وهيدا اللي ما بيخلي الولاد يروحوا على غلط أكبر. العلاقة، بناء علاقة ثقة من الصغر مع الأهل بتساعد. بالإضافة وبرجع بكرر كمان، نحن المراقبة ضرورية، تحديد الوقت على الإنترنت ضروري، خلق ساعات بدون إنترنت وبدون ديفايسز ضرورية بالبيت. أنا ما عم بلغي هيدول. نحنا نكون كمان المثل للولاد، لما نقعد معهم نحط تليفوناتنا على جنب كمان، هيدا الشيء ضروري. كتير عوامل ممكن تساعدنا. بس أنا اليوم نحنا وعم نتناول هيدا الموضوع بدي أفكر بالقضية اللي أنا عم بحكي عنها. اليوم في شباب وصبايا تحدوا خوفهم، وفي أهل تحدوا خوفهم من المجتمع ومن الليبلينج ومن كتير إشياء، وراحوا بلغوا ليحموا ولاد تانيين. أنا ما في اليوم سير بلا ما أشعر بخطابي أنا الاجتماعي أقول إيه وين كان، هيدا رح يمنع أهل تانيين وولاد تانيين يطلعوا يحكوا. بدنا نكون كتير حذرين بكيف عم نتناول هيدا الموضوع. طب نحنا منفتقر بلبنان لكل الوسائل اللي بتستخدمها الدول لحماية المواطنين، أم يعني الدول عندها بتحمي مواطنينا بهالإطار؟ هلا لجنة التكنولوجيا بمجلس النواب، يعني هل نحن كمان منفتقد للتشريعات برأيي؟ التشريعات أكيد نحن منفتقد لها. مني خبيرة بهيدا الموضوع، بس من اللي عم تابعه بهاليومين ومن اللي سمعته من أصحاب الاختصاص، على الأكيد نحن بحاجة لقوانين تشرع. الروادع هي كتير أساسية، كتير بتساعد على الضبط. بس أنا اليوم ما في إنكر إنه في عنا فرق أمنية عم تشتغل بطريقة كتير بروفيشنال بهيدا الموضوع. مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية عملوا كتير شغل، وكانوا عم يعملوا كتير شغل، لأنه نحنا من فترة كمان كنا عم نشتغل على التنمر الإلكتروني، وكان واضح قديه عم ياخدوا كل تبليغ يعني بحرفية إذا بديك ومهنية، وقديه هيدا الموضوع مبلش من قبل هيدا اللي عم بذكره. يمكن هيدي أول قضية بتوصل للرأي العام بهالطريقة. نعم. يمكن احنا لازم نحكي كمان عن يعني نحنا مطالبين بمراجعة المحفظة التشريعية للتأكد من العقوبات أكيد. والغرامات تكون كافية وملائمة، وأن النصوص تتناسب مع الإجراءات العالمية بهالخصوص. وهان التقصير لمجلس النواب. أرقام تليفونات صوت لبنان بتصرفكم اللي بده يتابع هالموضوع ويحكي عنه على 01-325-555 الخلوي 76-611-003-005 الواتساب كول 76-611-001.
هل التيك توك هو المشكلة رغم أنه يعني بينقال أنه أخطر من غيره؟ هيدي اللي بدنا نحكيها نحن مع الخبير الرقمي طبعا بهالإطار من المنصات الاجتماعية، بس اللي صار هو لا بيتقبلوا العقل ولا المنطق بخصوص هالأطفال، وشو الارتدادات عليهم بمستقبلهم، يعني مستقبلهم لما بيعيشوا هيك تجارب. بدي أقول لك شغلي، نحن من خبرتنا بالعلاج النفسي نحن نتطلع بهيدي الحادثة على أنها صدمة تعرض للطفل، فلازم يكون في عندها تدخل نفسي، علاج نفسي بيرافق الطفل لا يقدر يتخطيها ولا يقدر يكون عم يشفي حاله من تداعياتها. هلأ اليوم باللي عم نحكي وبالوضع الراهن، بعتقد انه الاطفال اللي تعرضوا للاعتداء الجنسي او للكتير اشياء، يعني مثل ما قلت التفاصيل كتيرة، وبعتقد في اليوم بعد ما عرفنا اذا بدك اخر فيرسيون عن الموضوع، بس الاطفال اليوم بحاجة لمتابعة نفسية، بحاجة لمتابعة قانونية، بمعنى لازم نخبرهم، لازم نطمنهم، لازم نقلهم شو متوقعين بالتحقيق وبالمواجهة. هيدي أمور صعبة على الولاد، تعرف شو يعني ولد يواجه المعتدي؟ كتير صعبة، وبعرف انه نحن بقانوننا هيدي جزء من التحقيق، فلازم كمان الأطفال يكونوا عم يتحضروا قانونيا، يعرفوا حقوقهم، يعرفوا شو متوقعين، ليوصلوا على هالجلسات جاهزين ليقدروا يواجهوهم من الناحية النفسية. وأنا كمان اللي بقوله بدهم دعم اجتماعي إلهم ولعيالهم، لأنه في ضغط اجتماعي كتير رح يطالهم، وهن بأكتر فترة بحاجة للإحاطة وبحاجة ليكونوا حواليهم الناس بيوثقوا فيهم. يعني نحن منسلم السلولار، منسلم الإلكترونيات أطفالنا دون 3 سنين، هل لازم لا. يعني اليوم هل الأطفال دون 3 سنوات ما لازم أبدا. يتعرضوا لا للشاشة الكبيرة ولا للشاشة الصغيرة؟ يعني إذا بدك هلأ اللي نحن التوصيات بتقول أنه قبل عمر السنتين الولد ما لازم يتعرض للشاشات، بعد يعني بمرحلة معينة بيكون عم يتعرض لوقت كتير صغير نص ساعة ساعة مع مراقبة، ونحن منفضل الشاشة الكبيرة. لما بحكي عن الشاشة الكبيرة هي شيء موضوع بمكان عام بالبيت، نحن قادرين نسمع الولاد شو عم يحضروا شو عم بيشوفوا. بعرف أنا أنه في أهل قادرين يقعدوا كل الوقت، بس أنا اليوم لما بحط قواعد بالبيت بتخلي الولد مثلا ما يسكر باب اوضته هو وعلى التليفون، يضل استعمال الهاتف والتلفزيون بأماكن مفتوحة بالبيت، هيدا كمان كتير بيساعد. ففي قصص نكون قادرين نعملها إذا نحن مثلا بنمنع التليفون والآيباد وكل هول الديفايسز بالسيارة بوقت الأكل قبل وقت النوم، يعني منحط قوانين عامة ومنحدد الوقت العام ومنحط تطبيقات الحماية اللي هي صارت متوفرة، وبشوية أسئلة نقدر نحطها على تليفونات ولادنا لنتابع. والأهم من هول كلهم قدي نحن منخلق وقت للتواصل مع ولادنا، لنقرب صوبهم، لنفوت يمكن نقعد 10 دقايق نشوف أي لعبة عم يلعبوها وهني عم يلعبوها، مع مين عم يحكوا، مع مين عم يتواصلوا. لأنه تقلك بعقل الولد شو بيصير، بعقل الولد بالنسبة له هو عم يلعب وعم يتسلى وعم بفرج العالم أنه بيلعب منيح. عم نحكي عن التيك توك هلا لأنه في كتير وسائل يفوتوا على أولادنا فيها، وبيجي المجرم أو المتحرش أو المستغل بديك ياش التوصيف اللي بدكن ياه، بيجي من خلال اللعب، من خلال انتحال شخصية كمان طفل، بفوت على هالولاد بصير يلعب معهم، بصير يستدرجهم، بصير يبعتلهم هدايا أونلاين. في مفهوم الهدية الأونلاين اللي الولد ما بيعرف إنه هي مضرة، طب هيدا منه بومبو محطوط فيه ما بعرف شو محذريني منه أهلي، وبتبلش تجر الأشياء بهي الطريقة. سو الولد بالعالم الافتراضي بعيش علاقات مثل العالم الحقيقي، وبدنا ننتبه له. نعم، على الخط مباشرة خبير بالتحول الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي فريد خليل، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير كل ضيفتك كل المستمعين. هل أدوات التحكم يعني اليوم بالتكنولوجيا تساعد في حماية أطفالنا؟ يعني عم ينحكى أنه لازم نمنع تيك توك، عم ينحكى أنه إحنا لازم نتحكم بالمحفظة الإلكترونية لحتى نمنع هالشيء، هل هالشيء صحيح؟ أقول نحن اليوم طبعا في تقنيات معينة موجودة على كافة التطبيقات وعلى كل شيء أنا بتعمله في التواصل الاجتماعي، بتحد كثير من تعرضي انا تعرض الاطفال. بس بدك تحسن موقعك لنسمعك بوضوح، تفضل. اوكي بس هي افضل. كنت عارف انه طبعا كيف التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم بتتيح عده تفضيلات تقدر تساعدنا نحن نخفف تعرض الاطفال
المراهقين والأولاد لا إحنا ما بدنا إياها أو حتى نحن بشكل شخصي، ولكن كل هذه التقنيات تظل رأس قدام الوعي الشخصي للأفراد طريقة حماية الأولاد. تقنيات إذا بدنا فينا نحكي نحن عنه اليوم كيف ممكن كتير من هالمشاكل يتعرضوا إلى أولادنا، ولكن بشكل أساسي والتواصل مع أولادنا لكيفية استعمال مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة الإلكترونية بيضل بالدرجة الأساس هو الأهم. يعني الحماية الحقيقية هي بالتوعية وشرح السلوكيات الآمنة عبر الإنترنت للأطفال قبل أي شيء تاني، هيك قصدك تقوله؟ نعم، المسؤولية الأولى اليوم على الأهل، لأنه نحن كله على الأهل. ليه؟ أقول لي رح أقول لي لأنه اليوم الخوارزميات اللي تعملها هذه التطبيقات بالآخر هذه التطبيقات عندها هدف واحد هو جني الأموال. بالآخر هدول شركات بتدفع مصاري وهدفها أن هي تفتح قد ما فيها الفضاء تبعها ويعرضوا الناس لأي شيء، كل هدف جني الأموال. يعني إذا ما نحكي عن المشكلة اللي صارت هؤلاء الأشخاص شو كانوا عم يعملوا؟ كانوا عم يطلعوا بشيء اسمه مباشر اللي هو دايف ويعملوا تحديات بين بعضهم شو ما كانت تكون بهدف هني يعملوا مصاري، ذات الوقت هدف يعمل مصاري والولد عم يتعرض لهذا الفضاء. لذلك حتى ببعض الدراسات الأخيرة كانوا عم بيقولوا اليوم أنه الأولاد ما لازم يكون عندهم هيقول أكسس أو وصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي 13 سنة. هالقد اليوم عم توصل الدراسات تقول قبل 13 سنة يجب ما تخلي عندهم بالمقابل من خلق بيئة ترفيهية رياضية ثقافية للأولاد، حال ما يصير في عندهم إدمان بعدين عنده الخوارزميات بتجر. اليوم تجميع البيانات الشخصية تبع كل شخص عم يستعمل مواقع التواصل الاجتماعي عم بتخلي هذه التطبيقات تعطيه قصص هو بيحبها وتاخده على مصطلح يكون بالأساس يمكن ما بده يحكي عنده ميول صغير ممكن يروح عليها وبتخليه بس يكون بيحكي هيدا النوع من المحتوى. لذلك التوعية كتير مهمة، خلق بيئة معينة بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل أكبر عن هالموضوع. وإذا بدنا نجي نقول اليوم ما فينا نمنع نحن وعنده بيئة أصحاب وممكن تكون كمان عم تستعمل، بدنا نحاول نستعمل هيدا التفصيلات بطريقة أنه نكون عم نحدد الوقت اللي بيستعمله ولكن مراقب شو اللي عم ينعمل. إذا نرجع ما قبل مواقع التواصل الاجتماعي وما قبل التيك توك هيك بتكون التربية، كانت التربية. اليوم إذا في ولد الأهل بحسوا أنه ما بيناس كثير ابنهم يكون عم يتعامل معه، كانوا يجربوا قد ما فيهم ما يخلوه يكون متواجد معه بكثير من المطارح. ذات الموضوع بيتطبق الخوارزميات وتحكي على الألغوريزم تبع هذا التطبيق عم تستعمل ذكاء اصطناعي، عم تستعمل سرعة كثير كبيرة تشوف شو ممكن أي تصوير ممكن بحبه الولد وتصير عم تعطيه كثير هيدا الأمور. وحتى ما يكون في عندهم ضوابط، هدفهم الوحيد هن جني الأموال وليس التسلية مثل ما طيب. نعم بس سؤال، هل كل منصات التواصل الاجتماعي خطرة أم أنه تيك توك هو أخطرهم؟ لأن معظم المحتوى على المنصة محتوى مباشر لا يمكن اليوم ضبطه أو إخضاعه للرقابة. يعني مثل ما هلأ مثلا عم بينقال لازم نحنا نحذف تيك توك، مش هيك؟ هلا هو مش بس تيك توك، هل اللي صار هن استعملوا تيك توك كان في ممكن يستعمل انستغرام وغير انستغرام، ولكن رواج تيك توك وبرجع بقول الخوارزميات اللي عم بيستعملها تيك توك اللي هي ناشطة أكثر من التطبيقات عم بتخلي تيك توك يكون خطر أكثر على الأولاد. يعني نحن بنعرف ما في تيك توك عندهم تطبيق آخر محتوى لأنه بيعرفوا إنه المحتوى التالي أو الخوارزميات اللي عم تستعمل على تيك توك هي مفتوحة وغير مضبوطة. تيك توك هو يمكن اليوم أخطر من غيره، مثلا اليوم مباشر ما فينا نضبط كل شيء. هلا هو في ديلي حوالي سنتين او ثلاثه تقريبا بالنسبه لللايف اللي يطلع بجر، وفي اللي بيقولوا طبعا انه نحن عندنا كمان ذكاء اصطناعي يضبط اذا في مثلا سلاح معين او حدا عم بيدخن على المباشر كرمال حمايه من التدخين او من السلاح او ما. ولكن برجع اقول هيدي كلها تحمي اطفالنا او المراهقين بشكل اساسي. انا عم بحكي تقنيا اليوم خوارزميات عم نحكي تقنيا ما في هيدا الموضوع بيقدر يحمي. لذلك
وقت الولد بيبقى ببيئة شوي بعيد وبيصير عنده التمييز بعد بيتعرض لا نوع بالضبط أو هيك محتوى بيقدر يعمل هو بين اثنين، فضلا عن التقنيات اللي لازم نطبقها احنا كأهل لمراقبة المحتوى ومراقبة كل عم بيتعرض الطفل وكيف فينا نحمينا احنا الطفل والمراهق هو موجود على كافة وسائل التواصل الاجتماعي كمان كثير مهمة وفي عدة عوامل بتأثر مع بعض. نعم بس كمان مش كله أهل يعني اليوم مش لازم تعزيز القدرة عند وزارة الداخلية وشعبة مكافحة جرائم المعلوماتية عمهلك شوي لاكتشاف مصادر هالشبكات وملاحقتها وتتبع أفرادها، يعني كمان عليهم مسؤولية مش بس يبعتوا وراء الإعلاميين إذا شتم شيء سياسي أو إذا هاجم حدا بتلاقيه دغري، يعني شعبة المعلومات أو حتى يعني مكتب الجرائم المعلوماتية دغري بيلاحق الصحفية، طب ما هيدي كمان من مسؤولياتهم، شو رأيك؟ أكيد اللي عم تحكيه صحيح، والمسؤولية بتوقع على ثلاثة، أولاً قلنا نحن على التوعية والأهل والمدارس، في حتى على التطبيق بحد ذاته، اليوم لازم الدول على التطبيقات قوانين منشان ما يكون في هذا المحتوى بهذه الخوارزميات تكون عم تشتغل بهذه الطريقة لكل ما عم يتعرض له الأطفال، هيدي كمان في لازم يكون في هالضوابط. وثاني مسؤولية السلطات المحلية بكافة البلدان كان بلبنان أو بالدول أو بالعالم لتجريم أولا هكذا أفعال ليكون في عنا رادع وتطبيق هذه القوانين بشكل أساسي، لأنه إحنا ما فينا دائما ننطر توقع المشكلة ليصير في هيدا الوعي ونبلش نركض نشوف اللمن شو عم بصير. وأكثر من هيك يعني عم يحكي اليوم إنه في أشخاص محمية وعم بيتم لفلفة كثير، حتى عم نسمع إنه الأطفال عم بيكون في خليني أقول استجواب دون محامين وإلى ما هنالك، هيدي كلها كمان أمور بتأثر طبعا. إيه بس مش كل اللي عم بيطلع صحيح، يعني في تحذير انه في كتير اخبار عم تنكب بس مش كلها صحيحه، يعني لازم نحن يعني لو القوى الامنيه او المعنيين مكتب مكافحه جرائم المعلوماتيه بيطلعوا بيانات دوريه لانه اللي عم بينكب الاعلام عم بينقال منه كله صحيح. صحيح انا عم نسمع، انا ما طبعا انا فنيت انا عم بقول انه عم نسمع في كتير من الامور مشان هيك على المكتب مكافحة جرائم المعلوماتية واكي والداخلية عم يتابع هذا الموضوع بشكل أدق، في مثل ما عم نقول خلينا نقول يمكن لو يوميا بيطلع بيان وبيحطوا تقريبا وين عم بتصير التحقيقات مشان ما يكتر اللغط. نعم صح، مشان ما يكتر اللغط ما تصير البث، والأهم انه نبلش اكثر على موضوع التوعية العامة بالنسبة للناس، مش بس الأطفال كيف فرق منا كيف عم نستعمل اليوم هواتف، كيف عم نستعمل عشو عم نسمح لهالتطبيقات اللي تفوت على هواتفنا، اللي احنا مثلا كلنا اليوم عاطيين السماح للتطبيقات انها تفوت على الصور تبعونا. مين نحن يعني مين نحن الاهل؟ ما هن الاولاد بيعرفوا اكثر من الاهل الراشدين والاهل. اي فرد منا انا اليوم على موبايلي حاسي اي حد نزل تطبيق، التطبيق بيسالنا انه انا اذا بتسمح لي فوت على الصور، اذا انا اليوم بتصور اي صوره من عندي اللي انا بس على الصوره تبعولك، انا من دون انا بحلك تستعمل صوره فيك تفوت على كل الصور، ترجع المسؤوليه الشخصيه. انا مع الاهل، اي فرد اليوم بالمجتمع بيستعمل هواتف ذكيه والتواصل الاجتماعي لازم ينتبه على كل موضوع هو عم يستعمل تطبيق، بيساله التطبيق وهو بيسمح له انه يستخدم من هيك الذكي. يعني انا اليوم وقت بدي انشر صوره لإلي على مواقع التواصل الاجتماعي فيني اقول له بحق لك تفوت تستعمل بس هيدي الصوره. ايه بس معلش لازم تكون بالمناهج التربويه اللي بعدها مخبيه لهلا وما طلعت، يعني هذا شيء مشان هيك بيصير في تطور للمناهج التربويه، المدارس هو المكان الانسب كمان بالاضافه الى التوعيه اللازمه من الاهل، هيدا شيء بيتعلم بالمدرسه للطفل لانه الاهل ما عندهم هالوعي الكامل حول المنصات الالكترونيه، كمان ممكن استدراج الاطفال مش بس على المنصات، حتى بعض التطبيقات الالعاب المشهوره واللي صنفت لاخطر عالميا في فوت على لعبه ونحن نفتكر لعبه وبتكون اخذته لمطرح ثاني، مين قادر يعرف؟ كثير صح اللي حضرتك عم تقوليه، ومن الالعاب خلينا نسمي لينتبهوا الاهل في روبلوكس في المنطقه، في العاب رائجه جدا بين ايدين الاطفال عم بيصير في عليها مثل ما يعني بيطلع حدا ثاني من طحل صفه طفل وبيصير في تواصل مع بعضهم من اللعب ضمن ببلش يستخدم غير مصارح، مشان هيك حضرتك تفضلت لازم يصير هذا الشيء ولازم تتطور بما انه نحن كل حياتنا صارت
بالاقراء الالكتروني والالعاب ومواقع التواصل الاجتماعي، لازم نطور المناهج التعليميه مثل ما التربيه مدنيه بقلب مدارس، لازم تتطور كمان ويتدخل عليها موضوع الفضاء الالكتروني والتوعيه، وما يكون حتى ما تكون ماده عاديه، لازم تكون ماده واحد اهم المواد. نعم. لتنقبض بشكل جدي، نحن اليوم نعطي وحش هي والوقت للمجتمع هو بخطر، وبخطر فعلي، لانه حتى يعني اليوم العالم تعرف الفضاء اللي هو بشكل 4% من نحن نستعمله، في شيء اسمه ديب ويب دارك ويب، يعني الانترنت المظلم اللي بينباع عليه الفيديوهات مثلا مثل اللي تصورت لهيصور الاطفال، بينباعوا لكثير من العالم بمبالغ كثير كبيره، مش هيدي شبكه كثير خطه. هو لازم تكون معنا باستوديو يعني حضرتك لحتى نشرح أكثر، لأنه في كتير ينقال اليوم على المنصات الإلكترونية، كيف تدخل عبيوتنا، كيف تستعمل بين إيدين أطفالنا، هيدا كمان علم بحد ذاته مفروض يتدرس، بالإضافة إلى التوعية من الأهل اللي هن أولادهم بيعرفوا أكثر منهم، بالإضافة إلى القوانين اللي عنا اللي بعدها ما بتحمي مثل ما لازم، يعني كيف يعني لازم تتطور لحتى يكون في عنا عقوبات مشددة يعني على الفاعلين وعلى المجرمين، يعني الأمور بدها إحاطة من كل جوانبها. بدنا نكتفي بهالقدر منك فريد خليل، على أمل تكون ضايفنا الخبير في التحول الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي. مجددا أهلا وسهلا فيك. اليوم ضيفتنا المعالجة النفسية شارلوت خليل. شو بدنا نقول للناس، شو بدنا نقول اليوم التحقيقات بعد ما وصلت إلى نتيجة، لأنه على ما يبدو أنه شبكة مش لبنانية مثل ما عم نقرأ، شبكة عالمية وعم تصطاد الأطفال، وللأسف يعني العنصر الأضعف. شو بدنا نقول للناس اليوم؟ مين بدنا نحمل المسؤولية بالإضافة للأهل؟ حملناهم ما فيه الكفاية. تفضل. يعني أنا مني مع أنه تحميل المسؤوليات اليوم، اللي لازم يتحملوا المسؤوليات هن المجرمين. وبرجع بقول نحن منعرف حتى قبل التكنولوجيا وقبل الأونلاين وقبل كل هيدا، المجرم كان دايما يعرف يوصل لضحيته حتى قبل كل هالوسائل. هلأ اتطورت الوسائل ونحن لازم نتطور معه بالتحقيق وبالحماية. كيف طوروا قفولة البواب وصاروا بواب إلى كذا قفل لما المجرمين صاروا طوروا آليات فتح البواب العادية؟ نفس الشيء بالنسبة للإنترنت، الموضوع هالقد بسيط بالعالم الافتراضي، بس بده معلومات منا أكتر، مثل ما كنت عم تقولي بده برامج، بده تطوير، بده شغل على حالنا وعلى معلوماتنا وعلى الولاد. وأنا بس بدي أضيف شغلي باللي كان عم يحكي يا أستاذ فريد، بالنسبة للألعاب الأونلاين بنعرف إنه الولاد عم تلعب ألعاب أونلاين، اللي فينا نطلبه منهم لنحميهم إنه إذا بدكم تلعبوا أونلاين لعبوا مع أصحاب تعرفون فعليا، ما تلعبوا مع ناس ما بتعرفون. يعني نحن قد ما فينا بدنا نحصر الاشياء حتى اونلاين مع اشخاص بنعرفهم، وهيدا شيء كتير ضروري. اليوم الاطفال عم بيتصوروا يعني صور وعم نحطهم عبر الاعلام، مين عم بيحميهم من تشويه السمعه؟ مين بياكد اذا متورطين؟ يمكن ما يطلعوا متورطين ولا لا، يعني هيدا شيء كمان ما بيمس بنفسية الطفل. متورط او مش متورط، انا قبل ملوم وقبل ما حط حق على ناس، أنا فكرت إذا هالقاصرين اللي عم بيسمون مشاركين أو متورطين مثل ما ذكرتي، أنا بعرف هني لشو تعرضوا، أنا بعرف إذا هني بوقت من الأوقات كمان كانوا عم يعني عم يعملوا فيهم مثل ما عملوا بغيرهم. اليوم بدنا نكون كتير دقيقين، عنا مسؤولية اجتماعية أخلاقية كأشخاص متابعين هيدي القضية، هيدي قضية رأي عام، كيف نحنا منتناولها، كيف منتداول هالصور، كيف نحنا منوقف إنه نحكي بهيدا الموضوع بطريقة منا بروفيشنال، هيدا دور كل واحد منا اليوم. يعني اليوم قدام هيدي القضية أنا بدي أوضح إنه هيدي منا ظاهرة ظاهرة بمجتمعنا متكررة، ما في أنا أعتبر إنه هيدا واقع المجتمع، لأنه هيدا برح يخلق قلق عند الأولاد وعند الأهل ورح يخلق لنا كلنا سكندري تروما. يعني بدنا نكون أكيدين وعم نعطي أمان للأطفال، إنه للأطفال ولا الكبار، يعني ذكر الأستاذ إنه حتى الكبار بتعرضوا لكتير اشياء اونلاين، صدقيني حتى لو ما عم نحكي فيها اليوم. فلازم كمان بعدنا عم نقول انه بيعرفوا الاطفال وال يمكن يحموا حالهم والمراهقين اكثر منا ويستعملوا اليات السيتنجز والبرايفسي اكثر منا. فنحن اليوم كمان بدنا نعرف انه في يعني في دور ايجابي للجهات الامنيه بالتعامل مع الحدث. ذكرتوا انه يمكن في اشياء ما عم تطلع وعم تسمح مجال للشائعات، بس في يمكن في اشياء ما لازم تطلع هلا للتحقيق ياخذ مجراه وليقدروا يقبضوا على كل
كل المتورطين بهذا الموضوع، كتير ضروري ما نتداول صور، ما نتداول فيديوهات قديمة، ما نظهر أطفال اليوم بهيدي ونشاركها نحنا لنعلق على الحدث اللي صار حتى لو بطريقة توعوية. خصوصية الأطفال، هويتهم، هيدا شيء نحنا مؤتمنين عليه أخلاقيا كأشخاص، شو ما كان يعني نحنا اليوم مهنتنا أو دورنا، لأنه عنا دور اجتماعي أخلاقي قدام هيدي القضية. أنا بدي أشكرك شارلوت الخليل المعالجة النفسية، ونحنا طبعا رح نتابع هالموضوع لأنه بعض التحقيقات مستمرة، ونلقي الضوء أكثر على كل العناوين، لأنه هيدا موضوع كثير مهم، لأن نحن بدنا نحمي أطفالنا شباب الغد، بدنا نحميهم نفسيا ومعنويا عن جد من أنه ينكبوا بين إيدين هيك عصابات مجرمة. أنا بدي أشكرك شارلوت الخليل، رح نلتقي بعد هالفاصل لنحكي عن كمان ملف فساد آخر، عن شركات بتستورد مواد فاسدة وتطعمينا إياها زراعية. بعد هالفاصل منتابع مع ضيفنا اليوم رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك. أصدقائي المشاهدين والمستمعين، متابعة نحن وياكم نقطة على السطر عبر صوت لبنان لنحكي عن أدوية ممنوعة من قبل وزارة الزراعة كمان، ومش بس ممنوعة بلبنان، بالعالم كلها والصحة، وعم تدخل إلى لبنان عبر مرفق بيروت، عم بيشتروها المزارعين، عم بيرشوها على المزروعات ونحن عم ناكلها، والأدوية بتسبب الأمراض السرطانية. هيدا عنوان الخبر. ماذا في التفاصيل اليوم يا ضيفنا رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك؟ شو قصة يعني هالأدوية الزراعية الفاسدة اللي بتسبب أمراض سرطانية عم ترش على المزروعات؟ شو الحقيقة؟ شو عم بيصير على المرفأ؟ وين عم بياخدوها المزارعين؟ خلينا نبلش ببداية الموضوع. وزارة الزراعة انوجدت كمؤسسة بالبلد للدير عدة مواضيع، ومن ضمنهم تداول المبيدات الزراعية، وفي أجهزة تانية من الجمارك لوزارة الصحة إلى آخره، هودي بيتعاونوا كلهم سوا لحتى يقدروا يضبطوا الحدود، ووزارة الزراعة عليها تشتغل لحتى توصل سلعة سليمة للمستهلك. طيب إذا هودي كلهم مع القضاء مش عم بيقوموا بواجباتهم، فلتين الملاء أنه وزير سابق أو نائب حالي بيطلع من 8 شهور بزت خبرية بالسوق، بيعمل بانيك بالسوق، عم نحكي عن وائل أبو فعور، شوي هلأ بعد 8 شهور بيطلع خبر بالإعلام أنه تم الادعاء على 7-8 شركات، ما فهمنا عشو وليش وكيف. منسأل ما في خبر، منسأل مين سألت يعني؟ وزارة الزراعة المعنية. ايه شو قالوا؟ ما عندهم خبر بشي، بعد ناطرين ليوصل الملف ليشوفوا شو قصة هودي الشركات. طيب التهريب من الخارج، نعم، اللي هو أخطر من هيدي، ومعروفين تجار الشنطة اللي بيجوا وبيوزعوا، ومعروف في شركات بتتعاطى بالأشياء المهربة. طيب هودي ما حدا قرب صوبهم، وفي أسامي معروفة ما حدا قرب صوبهم. ليه؟ لأنه محميين، لأنه كذا وكذا وكذا. هيدا الحكي اللي عم بينحكى بالسوق هلا. نعم. طيب لقاء الشيء اليوم أنه زد خبرية بالسوق، نقول في أدوية مسرطنة، بس نقول لنعمل سكوب. طب صار الحق على اللي زادت الخبرية على كل صحيحة. هو جزء ممكن من تكون صحيحة لأن كل شيء في فتين بالبلد، بس هيدا جزء من السلطة. نعم. بالنتيجة هو وزير سابق ونائب عضو بكتلة نيابية كبيرة وإلى تأثيره. إيه بس هو ادعى. ادعى بس إيه، وبعدين أنه له 8 شهور. نعم. بعدين ما هو كمان كان وزير صحة. نعم. وزميله كان وزير زراعة. لما عملوا هالإلية اللي بتخلي الأمور تمشي بشكل جيد؟ خلينا نرجع، احنا عم نحكي عن إلية البلد، يعني ملايين فساد إلية طبيعي. ايه يعني انه بلد طيب إذا ليه عم بتحمل نايب سابق انه فجر فضيحة بتهريب مبيدات زراعية فاسدة ومسرطنة، بدل ما نروح على بيت القصيد من وين عم تجي، كيف عم تجي على مرفق بيروت، مين عم بيسمح لها تدخل، ليه ما بيعملوا فحوصات عليها، ليه بدنا نحمل اللي دل عليها؟ مش عم حمل اللي دل عليها، انت عم تسأليني وين وصلت. نعم. عم جاوبك لك هذا الملف. لأرجع على الأساس، في له طريقة لمقاربته قانونية مؤسستية. نعم.
نحن سنة 2002 قدي عم نحكي يعني من 22 سنة قدمنا باقتراح قانون لإنشاء غرف زراعية مستقلة وسجل زراعي، وبضمن الآليات اللي كانت موضوعة هي التتبع، يعني أي سلعة من لقيها بالسوق فينا نفحصها وفينا نعرف منين جاية. نعم. هيدي نرفض هذا الاقتراح القانون من الكتلة. هلا مشي بالصحة للأدوية السرطانية بس هيدا ليه مش عم يمشي؟ نعم. خليني أقول لك شغلة، نحن خلينا نحط الأمور بموضعها الطبيعي. طب. وبعدين نحن عم نشوف الزيول تبعها، يعني عم نفوت بالميكرو الصغيرة. طب ما عم نشوف، خلينا نشوف المنظر من فوق بإجماله. طب وإحنا واجينا من 22 سنة طرحنا كيف الآلية لنقدر نعمل تتبع للمنتجات، وكيف نخلق الآلية اللي بدنا نفحص المنتجات لنوصل سلعة سليمة نظيفة للمستهلك. ما قبلوا. وقت اللي كل الأحزاب رفضت، من ضمنهم كتلته لمعالي الوزير سعادة النايب، وإجوا بالوزارة كمان وقت كان زميله بوزارة الزراعة قلنا له حكيناه بالملف، وأنا رحت لعنده وقلت له 1 2 3 لازم يصير، وآخر هم عندهم ما بدهم يقلعوا بأي مشروع تنموي بنى تحتية لنقدر نوصل. طيب وقت ما خلقنا هيدي الآلية وبقيت الفوضى موجودة، فكل شيء مباح. هلا بنوصل انه بيجوا بيضحكوا انه بزتوا خبرية. تاني شغلة، زت شو يعني زت خبرية؟ لك ايه زت خبرية هيدي؟ شو يعني زت خبرية؟ لما بيقلك معلي يعني زتينا خبرية، انت عم تقول غير حقيقية؟ مش عم بقول لا حقيقية ولا غير طب حقيقية. ما لازم نزت منا كاملة، منا كاملة. ليش بس طلب من الطلب من المعنيين اجراء التحقيقات. طيب. اللازمة. هلا هو قدم اخبار عم قلك على شركات. نعم. عم قلك في ناس بتهرب من سوريا ومن تركيا وبتحمل الشنطة وبتروح بتبيع الأدوية، وفي تجار ومحلات معروفين مني حكي عنهم. وين انه في اشخاص بيحملوا الجنسية بيتنقلوا بين لبنان ايه؟ وسوريا، وفي اسماء للتجار ايه بيشتغلوا بين البلدين، قسم بعكار وقسم اخر بالباو، عم بيدخلوا كمان هالمبيدات اللي عم نحكي عنهم عبر مرفق بيروت من خلال براميل على اساس انها مواد تنظيف ليتم تغليفها بلبنان وبيعها الى المزارعين. هلا عم اقول لك هلا هيدي تعليبه النتيجه، هيدي النتيجه. خلينا نرجع احكيك فوت بالامور العلميه، يعني رجعتني لورا عم بتقول لي قدمنا اقتراحات وما مش شايفين ما بدهم وهم نفسهم اليوم وصلنا لهون. هودي يعني اليوم في مواد سرطانيه عم بيرشوها المزارعين اللي انا بدي الاليه، انا بدي امنع حصولها. في اليه موجوده. ايه مين بيمنع حصولها؟ خليني كفيك. نعم. في اليه موجوده، في مختبر لوزاره الزراعه موجود بكفر شيما، هيدا شغلته يعمل فحوصات على الترسبات الكيميائية تبع المبيدات. نعم. أي سلعة لبنانية بدها تتصدر للخارج قبل ما تتصدر مجبورة تروح تعمل فحص، بهذا الفحص ببين كل المواد الموجودة. طيب وقت هذا المختبر ببين عنده أنه في دواء ممنوع، في ترسبات منه بهيدي السلعة اللي جيبها التاجر أو المزارع الفلاني ليفحصها، خلي يقولوا لي كان المختبر ولا وزارة الزراعة الدائرة المعنية ولا الإدارة العامة ولا الوزير شو عملوا؟ طيب ما كل يوم عندكم 100 عينة عم تنفحص، وبالتالي كل المنتجات أكترية، يعني عندنا قام كبيرة ومروحة كبيرة من المنتجات الزراعية الموجودة بالأسواق اللبنانية المنتجة بلبنان عم تنفحص وعم بينعرف فيها بالتفاصيل شو فيها. إذا دواء ممنوع ومسرطن وبين، طيب ما هيدي شو بده الإلية؟ دغري تبلغ وزارة الزراعة التفتيش الزراعي منوي تعال هون التاجر اللي جابه او المزارع اللي جاب العينه، تعال هون منين جبتها هيدي العينه، هيدي هيدا التفاح، هيدي الفريز، هيدا ما بعرف شو البندوره، هاي البطاطا منين جبتها، تفضل جيب المزارع منين اشتريت الدواء، بدو يقول له منين اشتريته، روحوا اسحبوه وجيبوه دكوه بالحبس وخلي القضاء يحاسبه. بس وقت للقضاء بحاسب، لا وزارة الزراعة بتقوم بوجباتها، لا مصلح ولا المختبر بيقوم بوجباته. طب أكيد بدنا نوصل لهالمرحلة، بدنا يطلع وزير ما خصه فعليا بهيدا السيركوي يطلع يقول في أدوية مسرطنة. طب من اللي خصه كمان؟ يعني ميشيل فريم طلع إنه الفريز اليوم ملوث، صح؟ أول شيء بعتوا خبرية، زبطوا خبرية بالسوق عند أحد وسائل الإعلام، نزلوا خبر قال رجعوا اجوا هودي جماعة الوسيلة الإعلامية اتصلوا بمسيو فريم
واكد لهم هالخبريه. طب انت يا مستر فريم شو دورك بالمجتمع؟ شو شغلتك؟ انت رئيس مجلس اداره مصلحه الابحاث العلميه الزراعيه اللي هي الزراع العلمي لوزاره الزراعه. طيب اذا انت عندك معلومات قبل ما فوت بتفاصيله هيدا، اذا انت عندك معلومات عن مشكله موجوده، شغلتك تروح على وزاره الزراعه تشتغل انت وزاره الزراعه لتحل الموضوع، مش تزت خبريه عم بتقول انه في عينه من الفريز طلع فيها خمس مواد. اول شيء لا، قال منين اخذ العينه؟ لانه بالفتره اللي كان حكى فيه بلش كان بعض البعض السوريين تلي الدنيا. منين اخذ المقال؟ منين اخذ العينه؟ قديش نسبه الترسبات اللي فيها؟ شو الوضع؟ كم قديش اخذ؟ يعني عم تجي انت بعينه وحده يضرب قطاع طويل عريض، بين بقلب هذا القطاع في مزارع عامله جلوبال جاب، يعني في عليها سيرتيفيكيشن من شركات عالميه انه هي تتبع الانتاج النظيف. طب كيف هيك؟ عم بستقبل اتصال، مين معي؟ ايه مرحبا. يا اهلا، كيفك مدام؟ مش احسن من حالي، بس انا مزارع جديد مثل ما اقوله من شي 10 سنين بمنطقه فرنون بعكار. انا اول ما بلشت كنت كل سنه اخذ عينه من النهر الكبير لانه لي حق ضخ مي من النهر على الفحوص بالفنار، يعطوني النتيجه بلش بالشهر. هالسنه وهذيك السنه معناتهم كل مره عم تطلع غير صالحه للري. ليه؟ لانه كل هالسوريه اللي قاعدين على بفاق النهر عم يكبوا عنا، يعني كل النهر ملوث اوتوماتيكلي. انا اوكي انا ما بزرع لانه عندي مديد وعندي كذا شغله، بس انا ما بزرع، بعدني بكسر خضار فيني اكل واشرب، بس المزارع اللي ما بيقدر ياكل واشرب غير من زراعته، طب شو بيعمل؟ يعني كل هالعكار يلي عم صدنا عند النهر، طب شو بيعمل؟ يعني في عنا مش بس قصه انه اوكي فريز ما فريز خبريات، بس في قصص كثير ثقيله المزارع ما بده يتحملها. انا عندي مش هكتر خلال الله عم بعمل شيء زيادة، بس انه الباقيين ما شو بيعملوا؟ هذه اول شغلة. السؤال الثاني، هل الشجريات يسحبوا ال، يعني انا اذا رويت الشجرة التفاح فور اكزامبل بمية النهر اللي غير صالحة للري، التفاحة بتاكلها؟ يعني بصير عندها ترسبات جرثومية اما لا؟ ميرسي. تفضل. بالنسبة للتفاح او للشجرية، أول شيء بدي أشوف نسبة التلوث اللي موجود، عدد البكتيريا اللي موجود بمياه الري. هي الحد الأقصى المسموح هو 1000 بكتيريا لواحد ملي لتر. إذا كانت 1000-1005، يعني بين الأرض لتوصل، عم تتنقى بالشجرة لتوصل لفوق. بس إذا عم نحكي ممكن تقطع، هيدي ممكن تتقطع، بس إذا عم نحكي بتلوث 10,000 صفت المنطقة كلها موبوءة. هيدي بواحد. اثنين، بالنسبة للتلوث نحن عملنا 100 حملة وعملنا لبنيس انسيف ورحنا فرزنا من المصدر وعملنا فحوصات للمي بكل المناطق واخذنا المي النظيفة. بدون شك انه الدولة هي الملوثة والقاتلة الحقيقية للبنانيين. ما في نهر، ما في ضيعة بلبنان بعيدة عن البحر الا ما مجرورة مكبوب بالانهر وبمجاري المياه، وبالتالي مياه الري ملوثة. عندك البقاع الليطاني، خبرية الليطاني معروفة، وكل الأنهر. بس بيطلعوا المزارعين وما بيقولوا لا نحن عم نروي والمياه ما لنا ملوثة. شو بدك هلأ؟ نعم بيدافع حكي انت، معلش حكي أنا بيه بده يوضع لي نقطة على السطر بهالموضوع. الحكي كتير كله بيدافع عن حاله. هلأ بيحكي اللي بده إياه الواحد، حكي ما عليه جمرك، بيقول أنه مي منيحة. مين فحص المي؟ لا تعرفي، يعني قلت لك أنا رجعنا المشروع اللي بنيز انسيف اللي بلشنا فيه من 7 سنين، برمنا فحصنا كتير مناطق، كتير ينابيع. إيه شو طلع؟ صرنا فهمنا في كتير تلوث. في كتير تلوث كمان، يعني كل يعني وين في بيوت؟ وين في بيوت؟ وين في تجمعات بيوت؟ أي نبع أو أي ماي تعتبريه ملوث كليا؟ في عندك مناطق بعيدة عن الـ أماكن السكنية، يعني مثلا عندك سهل الوزاني نسبة البكتيريا فيه صفر بالأبار اللي كنا عم. بس أنا قلي كمواطن عم بشتري خضرة وفواكه، ما فيك تعرفي. طب كيف يعني؟ مين يعني عملنا مشروع، مين بده يحمينا؟ ما في، الدولة مش موجودة. طيب الدولة مش موجودة اليوم، أكيد باعتراف دكتور زهير برو رئيس جمعية حماية المستهلك. أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. أهلا، صباح النور إليك ولضيفك.
يعني بيطلع اخبار من هون وهونيك وفرازم ملوث، شركات اليوم عم بتبيع ادويه مسرطنه عم ترش فيها المزروعات، شو هي اول مره ولا القصه يعني من سنوات وبعدنا ماشيين فيها دكتور زاهر برو؟ لا طبعا هيدي قديمه. اليوم موضوع حمايه المستهلك منه ولا نهار كان من هموم السلطه بلبنان، اما السلطه كان مركز مثل ما هو معروف على المصارف والعناية فيها وتشتشتها وعلى التجار الكبار وعلى العقارات. هذا لبنان كان بيتلخص بهالجملتين، أما الاهتمام بشعبه وبحاجاته، وهذا اللي بيفسر السرطانيات اللي عنا، بيفسر الزبالة اللي منتشرة بكل مكان، فساد الإدارة، يعني هاي الخيارات السياسية اللي اتبعت خلال عقود من الزمن وصلت لحروب أهلية ووصلت لهذا الانهيار الشامل. اليوم الدولة بأيامها السعيدة كانت تشتغل لدى التجار والمصارف، فكيف اليوم؟ اليوم الدولة صارت شبح، دورة بس انه تركض على الجيوب تطلع لها من هون رسوم ومن هون ضرائب. صار الماي لتر متر الماي اليوم السنوي كلفته بحدود ال 14 مليون ليرة، الكهرباء هلا ساعة 500,000 وبتطلع وبتطالع. يعني هذه نتيجة طبيعية للخيارات السياسية. ايه بس القصة من زمان، ليش فجرها هلا عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فعور وقال انه المبيدات الزراعية الفاسدة تسمى مأكولات اللبناني، ليش توقيت هلا؟ مش جديدة هيدي قديمة كتير، ونحن وقت اللي كنا نفحص هيدي المواد ونشوف انه هلا صار بعض الجهود البسيطة وزارة الزراعة، بس لانه ما عندنا مؤسسات نحن، شنو يفل الوزير المعني او ارادته تضعف او يلتهي او يرتشي، بتصير القصة بتفلت من جديد، لانه نحن ما عندنا مؤسسات تراكم وتستفيد من الخبرات وتحسن وضع الناس. هذا الموضوع قديم بلبنان، موضوع المبيدات ومساوئها وفلتانا وعدم وانتشارها بشكل خطير، ومبيدات ممنوعة دوليا موجودة عندنا، هذه مش جديدة، كل هذه قديمة كثير. البلد مبني على الفساد من أساسه، وما حدا يقول لي أنه قبل، يعني وقت اللي كانت الدولة موجودة بين هلالين كان الدولة معروف شو هي، يعني كمان فسادها هائل، وكان من الرئيس لأصغر وزير لأصغر بواب كان الرشوة سائدة بالبلد، فما تغير شيء. لبنان بعده على حاله هو بس مع الوقت بتهدري سمعته. هلأ المبيدات المهربة واللي عم تستخدم، أي شو تأثيرها على الناس؟ شو تأثير؟ شو عم بيكون؟ سرطانيات، باركنسون، مرض باركنسون الرشفة، كل هذه الأمراض اليوم بلبنان صار منتشرة وقوية كثير بسبب واحد منها موضوع المبيدات أكيد. نعم. طب شو دور المزارع؟ يعني اليوم بيقولوا أن الحل على الأضعف المزارع، شو دوره؟ ما في لا مزارع ولا تاجر ولا مستهلك بدون دولة، كله بيخلط. نعم. وكله بيروح ليستفيد لحتى يأمن أعلى ربع، خاصة وقت البلد بيكون فلتان مثل هذا والفقر فيه صار مدقع ومنتشر بكل الأمكنة. فالمزارع بده يفتش على أرخص مادة يستعملها كمبيد، واللي هي عادة بتكون سامة أكثر بكثير من المبيدات اللي مراقبة واللي معتمدة على تركيبة معينة. يعني نحن عم ناكل أمراض؟ آه طبعا، من زمان هيدي، من أيام حتى أيام العز اللي كان حاكى عليها أيام الحريري الأب، كان هذا موجود كله، والفساد كله موجود، والفلتان كله موجود. هل بتاخذ قرارات؟ طيب طلع قوانين إلى علاقة بسلامة الغذاء، مش هيك؟ طلع القانون اللي قتلنا من شانه حوالي 20 سنة، وقت طلع وين هو هلا؟ منه موجود. ليه؟ لأنه هذا بيضر بمصالح التجار اللي كانوا عم بيحاربوا خلال 20 سنة، هلا عم يستمروا بحربه، وما عم تطلع عنا دولة بتمثل حاجات الناس وحقوق الناس، تطلع عنا دولة بتمثل كم ملياردير وكم مليونير، وهيدي هي.
هيدي هي الخبرية. شكرا لك رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. هيدي هي الخبرية، يعني الدنيا بفعلتين، مش عم نحكي شيء جديد، نحن دايما بنحكيه، بس أنا كمواطنة يعني كيف بدي أحسن شوي من جودة المنتج اللي عم بشتري؟ حاليا اللي بينوجد على الطاولة اللي بتقدر تشتريه وتحطيه على الطاولة هو الموجود. قديش نسبة التلوث اللي بقلبه؟ الله بيعرف. نعم. وعلى نحن تحت رحمة اللي عم بيصير. طيب وقت اللي يعني معلش خليه لازم شو عم بيصير على البور بس خبر الإعلام ماشي في في شو اسمه في مافيات في فواتير مزورة حسب ايه؟ ما حكى لحديث هلا في فواتير وهمية في فواتير مزورة وفي بضاعة بتقطع بلا ما بلا ما تتراقب يعني بلا ما تنفحص في موافقات بتاخذ بتتاخذ من بعض الوزارات لك ايه بياخذوا بطريقة مزورة عاملين ليك بين بعضهم البعض الفساد شو ما بدك فيك تفوتي على لبنان بدون فحص حسب ما قد ايه بتدفعي هيدي معروفة مي اي تاجر اي واحد بده يستورد بيعرف بيروح عند ترانزيتير تبعه بيقول له هيدي بدي اقطعها انا بدون مراقبة بدون فحص وقد ما بتكلف هيدا المبلغ ظهر بظهر لك اياها بلا ما يكون في شيء بقلبها شو ما كان بظهر لك اياها هيدي معروفة يعني ما بدنا نرجوع نفوت لانه الادوية عم بتفوت هيك وغير غير اصناف مش عم بتفوت ما كله الفساد ضارب وبرجع بقول لك انه اليد من حديد اللي لازم هي تقوم الامور هو القضاء، القضاء ما عم يعمل بواجباته امنيائيا، حتى قد ما يتحول له. اذا صار في زبوطة وتحولت للقضاء، وينو القضاء؟ وين عم ياخذ احكام؟ ما سمعنا نهار اخذ حكم بشلفت على مهرب او على حدا عمل مخالفه بالقطاع الزراعي. هلا يعني النيابه العامه تمزيق لازم تتحرك وتقول لنا شو الموضوع من اوله لاخره. ايه وبعدين؟ شو بعدين؟ وبعدين؟ إذا كان اللي بده عمين بدنا نعول إذا كان ما في إحنا عمين بدنا نعول ما فيك يعني نرفع العشرة مش ما ترفع بك تضلك تقاومي لتقيميهم نعم. يعني خليني أرجع معلش لازم تعرفوا أنتوا كإعلام بس ما نحكي على الفريز نعم وكلبنانيين ما هيدا الأساس هو موضوع واحد نحن سنة 2009 كل هاي المشاريع اللي ضرورية كانت كقطاع كبنى تحتية للقطاع الزراعي أقرت تم إقرارها والموافقة عليها من كل الأحزاب المنتدى الاقتصادي والاجتماعي اللي قاموا الاتحاد الاوروبي ببيروت بال2009 عم نحكي منا السجل الزراعي الغرف الزراعيه المستقله مشرف الانماء الزراعي المؤسسه العامه الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث كله هيدا اقر وكل الاحزاب وافقت عليه بعد نضال سبع سنين من قبلنا لحتى نوصلها للنتيجه وصلنا للنتيجه طلعناهم هودي بالبيان الوزاري لحتى نبلش بالتنفيذ رحنا على التنفيذ الرئيس عدنان ما بده والدكتور حسين الحشحسن ما بده لا غرف زراعية لا مصرف لا سجل زراعي لا شيء وقفوهم من وقتها ولا شيء من وقتها أنا قلت دعسة عند واحد من هيدي السلطة ما عاش إدعاس عندهم ما في حل واحد إلا نسقطهم هودي الزعران الفاسدين طب ما قدرت لأنه الحق ما قدرنا وبالتالي جايين نبكي عن جديد عبر صوت لبنان نستقبل اتصال وبعدين رح يضم لنا توني أبو شقرة من مزارعي الفراز مين معي اتصال؟ ألو أهلا وسهلا تفضل بونجور مدام نوال إلي كل ضيفي أهلا وسهلا فيك أنا والدي مزارع بستنجي أنا من صيدا دائما بشارك ببرنامجي صاحب البستان ما بيقبل إنه بستانه لا يحترق ولا ينزع بجيب شركة لا يرشه صاحب البستان مش الضمان وبضمن من بعد الراش بقى مثل ما عم اقول لك بي بستنجي اللي عم يستأجروا البساتين اجار وبيعملوا له اداره من صاحب البستان هن اللي بيشتروا مبيدات مش من شركات معروفه يعني مبيدات رش ما لازم يرشوها للمزاريع هيدي اللي موجوده لانه ما مدفوع عليها ضرائب او فايته على لبنان تهريب البساتنيه بيعرفوها هالشغله الشغل الثاني اللي هي الحلال والحرام نحن الحلال والحرام هي سبب المشكل يعني المزارع المضبوط اللي بياكله ببيته بطعميه للناس بس المزارع ما يخاف الله معناتها الناس بخطر وثلاث ارباع المزارعين عم تتعب لتدفع مصاريف مزروعاتها بالتي هي احسن وعم تبيع حيالله على اساس انه هي ما عم تحصل المردود المطلوب منها كرمال هيك تدنى المستوى بالنسبة للوزارات إن عارفين إنه الأنهر ملوثة ما عم يقوموا بواجبهم
يعني مش وزير الزراعة هو اللي بدي يجيب لك الدواء ويقول لك هذا منيح، انت بدك تشتريه. مثل ما حضرتك اذا رحت على الصيدلية بتقولي له بدي الدواء الفلاني مش الدواء الفلاني. البلد ما فيها دولة، المفروض يصير في دولة لحتى تنتظم الأمور. شكرا، أهلا وسهلا فيك. طوني أبو شقرة من مزارعي الفراز. بونجور، أهلا وسهلا فيك. شو قصة هالفراز؟ صباح خير إليك ولضيفك. أهلا وسهلا فيك. شو يا ستنا قولي شو إيه يعني الفراز طلعت عم ينقال الفراز ملوث وبس، هلا عيني وحدة كيف ينقول كل المنتج ملوث؟ أنا كنت أتمنى اللي طلع التعميم هو الفراز ملوث قدر يحدد بس من وين مصدر البضاعة اللي فحصت. يعني زلمة بتدي مسؤولية، مفروض يكون تصرف اللي عم بيعمله مسؤول لحد، لأنه مصالح العالم مش لعبة بيد حدا، ولا أرواح الناس، ولا أنه نخوف الناس ونعمل لهم نحن بانيك. هي خبرية بتقطع، لأنه جمعة الماضي لبنان كله بيحكي بخبرية الفراز ملوث والمسرطن. نحن ناس من المزارعين اللي عندنا 16 هكتار بعكتار، نحن في لبنان بالفراز 365 يوم بالسنة. نحن بضاعتنا كل العالم اللي بياخذوا من عندنا، من التعاونيات الكبيرة للتجار اللي عندهم اسمهم بالسوق، ما حنقول اسامي هلا كرمال الدعاية، كل اللي بتاخذ بضاعتنا وبتسفرها لبرا. انت باوروبا والدول العربية اذا ما معك شهادات تخولك انك تدخلي، اذا انت ما معك شهاده ومودي بضاعه بده ياخذوها على المختبرات تبعهم، واذا في اي ترسب كيميائي، لانه في هونيك دول تحترم حالها وبتعتل هم شعبها، اذا في اي ترسب كيميائي بتطلب البضاعه اللي هونيك على حسابها، على حساب الشخص انت مش على حسابها هي، يعني بتعطيك البضاعه تلف خمس مرات ضعف قيمتها. فلما يكون في ناس عم تشتغل وتتعب وتشقى من الفجر للنهار لتطلع ضاعه زراعيه، اول شيء تبيض وجه لبنان وتبيض اسم لبنان، تكون هي قد المسؤولية وعارفة شو عم تعمل وشو عم تبيع وشو عم تشتغل. ما بعتقد مفروض من حدا مسؤول بلبنان يطلع يزدنا أكثر من المجلس. احنا كل اللي عم نعمله مبني على مبادرات فردية، مبادرات فردية بتكلف كثير، ما بيقدر حدا يجي يلعب بمصير الناس بهالطريقة. نعم. احنا لما ناخذ الجلوبال جاب دولة على حالنا، دولة بتراقب الدولة تراقب لنا شغلها، نحن مطابقين للمواصفات. فما بعرف عن بيجي ناس بهالحال تشتغل تستلم مسؤوليه ومع العلم توقيتها في مثلي. يعني انا بفهم انه حدا يطلع باول موسم الفراز اللي بشهر 12 يعمل احتلال عن تفور، انا بعتبر انه في حدا اذا عم الشأن العام كثير ويهمه مصلحه المواطن بنفسه هو وزارة لما يكون بمركز مسؤولية وبيقول لهم انتبهوا يا عم مشكلة في هون، ما بيطلع يجلد المزارع اللبناني على الطاقة نازل لأنه لا في حسيب ولا في رهيب. نعم أنا بدي أشكرك. يعني أنا لما أكون حدا بسوريا ثاني الشهر بروح أنا بلاحق الفراز مهرب بسوريا من أول ما يقال لي فراز البحث. أنا إذا بدي أحكي بس عن الفراز وبدي قلي كمان عن البصل والبطاطس والبندورة المهربة السورية والباذنجان، إذا بس العالم اللي بس بتشوف على المعرض البضاعة اللي بتفوت، خلي يطلع حدا مسؤول يوقف سيارة من اللي بتفوت بالليل تهريب على أسواق عكار وبتوصل على أسواق بيروت، ياخد عينة يفحصها يشوف السبات الموجودة بقلبها من سميري وبعد مجرة أستاذ أنطوان بيعرف عن شو عم بحكي. نعم. خلي يتحط ويتفضل ينزل على الأسواق يمنع البضاعة المهربة وعلى اساسه يخبر العالم شو البضاعة وكيف البضاعة، وعلى اساسه يحمينا نحن كمزارعين لبنانية. هو اول حامل لنا ان العالم محدود. نعم. لانه ما بيفوت مطرح ما الخضرة لمهارة اللي منه معروف فيها، بس بلدنا بيفوت عليها خضرة منه معروف فيها تسوبات. نعم بس الصوت مش كتير واضح يا توني. نعم. نحن من دول العالم الرابع مش الثالث. نعم. لا. شكرا لك. ميرسي. اهلا وسهلا فيك، لانه بس الصوت مش واضح وانت منك من لبنان من الخارج. اهلا وسهلا فيك، وصلت الفكره. شو بدنا نقول يا توني؟ بنقول الدوله ما في والامراض رح تاكلنا والامراض عم تاكل بصحنا، شو بدنا نعمل؟ الدوله متامره. خليني خبري خبري. طب انتم كمزارعين ما بتفحصوا ما بتروحوا ولا لا؟ هيدا مكلفه لكم. انا لي 24 سنه بطلب من وزاره الزراعه ومن الحكومه
وبالمجلس النيابي لقد ما بدك تقولي قولي، لنفرض فحص الترسبات الكيماوية على السلع الزراعية المستوردة، فيها شيء؟ لا. نحن هون ما فينا نضبط بقلب بالبلد، عندنا 250 ألف منتج، كيف يعني بدأ إلية؟ هي ما انوجدت الإلية. طيب نحن عندنا معبرين ثلاثة بتفوت فيها المنتجات الزراعية، خلينا نفرض الفحص الترسبات الكيماوية ما فيها شيء، بياخذ قرار الوزير وبالتالي كل كميون بفوت بيتاخذ عينات منه. من عرف بكل الكميونات اللي عم بتفوت؟ الشرعية عم بحكي، الشرعية. مش 24 أكثر من الشرعية. لا 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 خليني بلش بالشرعي، لأنه لا. كله بالنتيجة حتى التهريب بفوت شرعي بس بجوا ما بتعرف شو في بقلبه. 24 سنة بح صوتي ما خليت باب ما دقيته. ممنوع يصير في فحص للمنتجات المستوردة. رح أقول لك السبب. إذا صار في فحص للمنتجات المستوردة كل كم يوم بده يوصل على الحدود بده يفتحوه. إذا قايل أنه أنا معي بندورة وخيار وباذنجان بده يفتح يجيب عينة من الخيار عينة من البندورة وعينة من الباذنجان ليفحصها. ما بدهم مين يفتح البراد أو الكميون ليشوف شو فيه بقلبه، وبالتالي هيدا الشرط ممنوع يتنفذ بلبنان. مرة كنت عم بعمل محاضرة، كنا بأوتيل بالحزمية عم نحكي عن مواضيع زراعية، عم بحكيك هيدي من شي 20 سنة، كان صار لي 4 سنين بالحملة. بيجيني واحد بعدين بيقول لي أستاذ أنطوان توجعش قلبك، كل كميون بيقطع على الحدود بيدفع هالقد. لمين؟ قال لي من الصغير للكبير بيتقسم، وعملنا حساباته. مين يعني عم شو عم نحكي؟ من الموظف يعني. من الموظف اللي على الحدود لأكبر واحد بياخد القرار كله. نحن مين عم نحكي؟ عم نحكي عن الجيش وعن الجمارك وعن الأمن العام وعمين عم نحكي؟ كل شخص معني بهذا الموضوع. عملنا حسابهم يا ستنا، عملنا حسابهم 500 مليون دولار بالسنة بيندفعوا خوات. إيه لحتى الكميونات لحتى الكميونات تفوت على لبنان خاصة من الحدود البرية بدون مراقبة ويتم فيها التهريب اللي بدهن اياه. هيدا لبنان، انه هيدي بدك تعتبري انه اليوم عم بيفرقاني معهم صحة الناس وشو بفوت وشو بيصير. ساعد كل الوزراء من 24 سنة لهلأ بدون استثناء طلبت منهم انه تفضلوا فرضوا فحص الترسبات الكيماوية على المنتجات الزراعية المستوردة، ولا واحد منهم، ولا واحد من كل الأحزاب. شو قصة حشرة السونا؟ هيدي كل سنة بتجي على القمح. ايه وزارة الزراعة بترشها بواسطة الهليكوبترات الجيش اللبناني. هلا شو السنة رشتها ولا ما رشتها؟ بعتقد في عندهم مشكلة بتأمين البضاعة، التأمين المبيد. قصة قد ما مناقصة وما مناقصة وقبلوا وما قبلوا فيه وإجا وما إجا. هيدي قبل الوقت يعني، هيدي بدها تكون عندهم بوزارة الزراعة ريزيرف سنوية، لأنه بيعرفوا أنه بهالوقت هيدا في عندهم هيدي الرشي بين. هلا 90% من الأوقات بدهم يرشوها، يمكن في 10% ما بتتكاثر كتير الحشرة. السنة كان في تكاثر هائل للحشرات من وراء الطقس، يمكن طلعت الصرخة. طب إذا ما رشت شو بيصير؟ يعني وقت الحشرة بتجي بتاكل القمحات. يعني ما عندنا قمح؟ مش ما عندنا قمح، بخف بتعمل ضرر، بخف الإنتاج. هيدي العملية. والقصة بالتمويل؟ بعتقد أنا حسب ما قريت وتبعت وسألت قالوا لي قصة هي قصة تأمين المواد اللازمة. نعم. طيب أنه قبل بوقت لازم يكونوا مأمنينه وما ينطروا آخر لحظة ليركضوا يعمل يعني. تحضل ناكل سموم تيصير عنا دولة، هيدي بالآخر أكيد. إذا بقيوا هودي ستنا، إذا بقيوا هودي اللي بالسلطة العذاب اللي هلأ موجودة ما تحلمي لا بصحة لا بأمان لا بمستقبل لأولادنا يرجعوا لنعيش بكرامتنا ونقطع السطر. شكرا لك رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحوايك، أهلا وسهلا فيك. أصدقاء المشاهدين ما بدنا نغبب على قلبكم بس هيدا الواقع وما فينا نطلع منه. إلى اللقاء بكرة مع حلقة جديدة.